ترى، ما سر الجمال من حولنا؟ أحد الطرق المستخدمة في فهم واستيعاب الجمال هي النسبة الذهبية. ما هي النسبة الذهبية وماذا تعني؟ النسبة الذهبية هي نظرية رياضية تقيس التناسب بين عنصرين، وتواجدها يجعل الصورة متناسبة وأجمل في عين الرائي، وهي تظهر بشكل متكرر في كل شيء من حولنا. قيمة النسبة الذهبية 1.618 من 1000. أبسط طريقة لاستيعاب الفكرة، إذا كان لديك خط أو مسطح طوله 100% اقسمه إلى جزئين، الأكبر 62% والأصغر 38%، وهي تقريبا نسبة 3 إلى 5 تقريبا. أمثلة للنسبة الذهبية: في الطبيعة نجد أن النسبة الذهبية متواجدة في كل شيء كالنباتات والزهور وغيرها. جسم الإنسان مبني بتقسيماته الهيكلية الأساسية وأبعاده الخارجية على النسبة الذهبية بتوازن مدهش بين كل أبعاد وتقسيمات جسم الإنسان. النسبة الذهبية عبر بعض العصور، هندسة العمارة كالحضارة الفرعونية والحضارة اليونانية والحضارة الإسلامية والعصر الحديث، وكذلك النسبة الذهبية في الفنون كالرسم والتصوير والتصميم. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.